كل شيء عرض كل عادة راح أبدأ الصدر مش نقدر. جينا لهنا خاطر يلزمنا نكونوا موجودين، ما دام مخرجة سينمائية قاعدين يحاكموا فيها في حالة إيقاف وقت اللي هي حقها مسيبة في مدة رأس العام ولا من غير رأس العام، يعني ما حقاش عدات نفوتها هذه الكل في الحبس، يعني ظلم. وبالنسبة للحكومة والفترة الانتقالية مساج ماهوش باهي، أنه معناها الاعتداء السلطة معناها أبيو دو بوفوار تاع الهياكل الأمنية ماهوش معقول يصير ضد فنانة وضد مخرجة ونقابية. نحن البلاية هذه مشات تشكي لقات روحها شاكين به لالا اسمى الدريدي هذه مساعدة مركز حي نصر كاريا مع عنده كيل الجمهورية لقاء في تم بالتليفون لأنه ناس تشغل القانون. رجعنا لعملية التلفيق وعملية يعني تهديد المواطنين بالتهم الكيدية بقانون هضم جانب موظف عمومي، والقانون هذا اللي وكأنه يعني قانون على سيف مسلط على رقاب المواطنين، وكأنه المواطنين التوانسي ماهمش سواسية أمام القانون. ثم موظفين عندهم يعني سلطة وحماية أكثر من المواطنين، على ذاك نشوفوا برشا ناس اللي يستعملوا في الصفة هذية وضروا بها برشا مواطنين في برشا مؤسسات عمومية وأمنية. البرلمان الجديد لابد أنه يراجع جملة من القوانين اللي ما زالت اليوم يعني سيف على المواطنين، وبرشا قوانين أخرى اللي تجرمهم في حاجات اللي هي حق طبيعي لكل مواطن تونسي. دونك لابد من إسقاط كل هالقوانين الجائرة اللي خطها النظام السابق باش يحكم بها البلاد. يلزم يطبقوا القانون تاع السيتويان تاع المواطن، معناها يلزم المواطن يكون مع ما الشرطي ما عندوش الحق باش ماهوش فوق القانون، ماهوش فوق القانون. تسايب بينات مساج خايب برشا للجماعه، معناتها الناس تخدموا في الثقافه والفن وكل، معناتها كي يعاملوا الناس وفي ظل حكومه جديده وفي بعد زعما نجحنا المسار الانتخابي كل والديمقراطي وكل، في الاخر نجيو نعملوا عمله كما هكا، معناتها ميساج خايب برشا نعطيه سواء للشعب التونسي ولا حتى لبرا، معناتها باش نواصلوا المسانده نتاعنا، معناتها ماناش باش نسيبوا معناتها زميلتنا ونذكروا هي بيدها، معناتها قبل كانوا عباد اخرين في مواقف صعاب وكل شيء كانت هي الاولى اللي تساند فيهم. نحن طرحنا مسألة قانونية هامة جدا على المحكمة، وهي بطلان إجراء التتبع على أساس وأنه منطلق القضية كان باطل وفما فيه خلفيات بينها المحكم وزيدوا بينها اليوم في الأصل عند المحاكمة. ووقفنا عند مسألة أساسية وهي الاحتفاظ اللي ماهوش معقول في هذا العصر، وأنه مازال يتم بطريقة معناها عشوائية بطريقة شفهية وعبر الهاتف يتم استشارة مساعدة الجمهورية، ومساعدة الجمهورية على الاستمرار يأذنوا بالإيقاف من غير ما يشوف الملف، من غير ما يطلع على حيثية القضية، وكيف كيف يأذن بالتمديد في مدة الاحتفاظ إلى 6 أيام من غير ما زاد معناها يقدموا له مطلب معلل ويقدموا له نسخه من الملف، وهذا خطير جدا على حريه البشر في جميع القضايا.